ما نحن مشاهدينا رح نروح لآخر مساحة ضمن صباحنا غير لليوم وآخر فقراتنا وضمن محطتنا لليوم رح نحكي عن العمل الإنساني يلي من خلاله رح نسلط الضوء على أنشطة جمعية الشباب الخيرية عبر مركز الإقامة المؤقتة لذوي المرضى في مشفى الأطفال، ورح نحكي عن أهمية وأهم الخدمات اللي عم بيقدمها مركز أنتم في أعيننا، طبعا مع منسقة المركز سالي الجنان. صباح الخير يا سالي. صباح نور، كيفك لليوم؟ تمام؟ تمام، اهلا وسهلا فيكي، نورتينا اكيد. سالي خبرينا بداية، نحكي عن المركز، خبرينا عنه بشكل عام. هلا هو المشروع اساسه اساس انساني، بالاضافة انه في له شق تنموي، هو بشق الحالة النفسية للمقيم عنا. يعني حضرتك مثل ما بتعرفي هو المشروع موجه لأمهات الأطفال بشكل أساسي، فنحن كمان منعنا بالحالة النفسية للأم لما منأمن لها المأوى والدفء والأمان، فهذا بينعكس إيجابا على حالة الطفل النفسية. طبعا نحن مركزنا هو مركز إقامة مؤقت لذوي الأطفال ضمن المقيمين ضمن مشفى الأطفال. مركزنا بضم 10 غرف ب 52 سرير موزع بين 22 رجل و 30 سيدة. يعني هي الطاقة الاستيعابية للمركز. تمام. هلا طبعا هو في خطة، أو نحن ماشيين بالتوسعة، يعني حضرتك بتعرفي أحيانا ممكن في ضغط على الطلب يعني بالإقامة، نحن في توسعة للمركز بهدف إنه ما نخلي أي شخص بلا مأوى. اكيد انتم بحاجه لدعم خارجي، يعني يكون مثلكم العون، كونه انتم الهدف انساني، يعني العنوان لحاله انتم في اعيننا. يعني تمام، هو المشروع اساسه ودعمه من السيده الاولى اسماء الاسد، طبعا فهو الداعم الرئيسي لنا بهذا المشروع. طب اليوم لسه في، يعني انتم بتحسوا انه بحاجه للتوسع اكثر، صح؟ تمام. طيب خلينا نحكي شوي عن الخدمات اللي بيقدمها المركز. تمام. هلا نحن بالنسبه لمركزنا عدا عن خدمه الاقامه، نحن في عندنا خدمه، عفوا حضرتك، خدمات يعني انه بما معناه امان، خدمه تمام النظافه. يعني نحن مو بس بنامن لشخص انه منامه، لا، انت اعتبر هذا المكان مثل بيتك الثاني، مكان آمن، مكان نظيف، بتقدر حضرتك تمارس حياتك الطبيعية فيه، يعني هيك بشكل عام. يعني هو قد ايه المدة عم يبقوا بداخل المركز، يعني حسب الحالة الطبية؟ هلا احنا ما في مدة محددة لإقامة الشخص، هذا الموضوع معتمد على مدة إقامة الطفل ضمن يعني المشفى. الطفل داخل المشفى. طيب خلال الإقامة وقت بتكون الأمهات أو الآباء ضمن المركز، عم بصير في شكاوي، عم بصير في أي خلل، عم توصلكم الشكاوي؟ هلا حاليا نحن ما عم نعاني من اي مشاكل، بس طبعا الكادر الاداري موجود على مدى ال 24 ساعه لاي شيء المقيمين هن بحاجته، نحن دائما موجودين لاي مساعده. تماما مع الكادر الاداري طبعا، يعني من اداري، يعني حيكون في تجاوب بالقصه، يعني لاي شيء ممكن تماما يصير. تماما، بس هو يعني نحن بشكل عام الحمد لله لحديت هلا ما في اي شيء. ان شاء الله. خلينا نحكي شوي عن تحضيراتكم، اهدافكم يعني لبكره. هلا بدايه انا نوهت لقصه التوسعه، يعني هو الخطه رقم واحد ضمن، هلا هي كثير ضروريه لانه اللي بيمرق من جنب المشفى بيعرف انه نحن بكارثه. هلا هو حتى مع وجود الضغط على الطلب نحن عم نستقبل اعداد اضافيه، نحن يعني في عندنا شيء اسمه جولات اداريه نهاريه وجولات ليليه. الجولات الاداريه نحن بنشوف الاشخاص اللي ما عندهم علم عن مركزنا، يعني طبعا انا كمان حابه انوه انه في عندنا موظف اداري ضمن المشفى. هذا خلينا نوسع اكثر عن المركز، خلي كل حدا عم يشوفنا اليوم يستفيد من وجود هذا المركز. تمام تمام. هلا حضرتك في الموظف الاداري، في عندنا الجوله الاداريه، في عندنا الجوله الليليه. يعني هلا طبعا نحن الشريحه اللي مستهدف فينا هي شريحه الاشخاص القادمين من المحافظات السوريه كافه اللي ما لهم مأوى ابدا. تمام. فمعظمهم ممكن يكون شخص، عفوا، امي ما عنده درايه عن انه سوشيال ميديا او لوحات اعلانيه، فنحن استحضرنا شيء اسمه الجوله، بنعرف فيه عن المركز انه هذا مكان ممكن تتقاوى فيه، ونستحضر اكبر عدد ممكن من الاشخاص اللي ما لهم اي مأوى. كمان نحن من ضمن الخطه المستقبليه، هلا انا يعني كمنسقة بفكر على مجال واسع،
اوكي انا قدمت لك مكان تتقوى فيه، بس هذا كمان انا حابه انه نمي الحس التنموي عندك. يعني مثلا السيدات استهدفناهم بمجال ان شاء الله على هذا الشهر والشهر القادم، ورشات بسيطه لاساسيات الحياكه مثل التطريز والكروشيه ودول القصص. يعني هيك هي بتملي وقتها، نحن بنريحها نفسيا. يعني مو بس انه انت اليوم امنتي اقامه، كمان انت رحتي لتنمي شيء عند المراه، يعني تمام تعبي لها وقتها وتستفيد اقتصاديا بالنهايه منه. تمام. هلا حضرتك كمان احنا في خطه نمشي فيها انه كمان بدي استهدف الرجال المقيمين عندي، الا وهي مثلا بالجلسات او الورشات التوعويه القانونيه. يعني احنا ممكن يصير في بيننا وبين اماكن ثانيه تعاون، بتعرفي ان احنا هدفنا واحد، مشان نقدم خدمات اكبر مو بس على مستوى منامه. يعني كيف عم يكون تجاوب الناس معكم؟ يعني وقت بتقولي للمرأة اليوم انه نحن اليوم حندخلك كورس خياطة او قص شعر، والرجال نفس الشيء، عم يكون في تجاوب او كيف؟ لا هو في تجاوب صراحة، يعني بحس في حماس عندهم لانه يتلقوا اكبر قدر ممكن من المعرفة اذا فيني اسميها هيك، يعني صاير فيهم انه همهم كثير كبير. فنحن هون هذا المكان هو مساحة كمان لتفريغ الطاقة السلبية، هذا كثير عم نسعى فيه. طبعا يعني في شغله كمان حابه احكي عنها، اللي هو انه في شغلات كمان بتصير ضمن المركز، هي توزيع المواد العينيه. يعني احنا عندنا في شيء لما بيدخل الشخص لعنا بنوزع عده نظافه شخصيه، كمان بنوزع سلات صحيه، هذا بشكل شهري دائم غذائيه او بس تماما. وكمان في شغله حصلت من الفتره الماضيه بسيطه، هو انه وزعنا كساء شتوي للاطفال، يعني الاهل هن استلمون، بس هو الهدف للطفل الموجود بالمشفى، فكان هذا من ضمن الخطط التنمويه للمركز. قد ايه فرحتوا قلوب وهيك جبرتوا خواطر بهيك حاجة. هو طبعا ولو قصص بسيطه، ولكن نحن اليوم كثير بحاجه انه نقدم الاشياء الصغيره للاطفال، للناس اللي هن عن جد بحاجه، يعني وخصوصا الوضع انساني طفل بمشفى. اليوم عم تحاولوا تساعدوهم مع الحاله المرضيه الموجوده عندهم داخل المشفى، عم تقدروا تقدموا لهم شيء؟ تماما. هلا نحن بالنسبه للحالات الطبيه احيانا ممكن في ادويه تكون صعب انه هن يامنوها. اول شيء نحن بنوجه لصيدليات الجمعيه الموجوده بالمقر الرئيسي لجمعيتنا، اضافه اذا هذا الدواء كمان ما توفر نحن بنوجه لجمعيات ثانيه، لانه نحن في خطه تعاون بيننا وبين باقي الجمعيات، يعني لحتى نوصل يعني نوصل للهدف التعاوني المنشود. يعني تمام. وعم تقدروا تامنوا يعني ان شاء الله؟ تماما. لا في حالات كثير عندي ضمن المركز قدرنا نامن لها، يعني مستلزمات غاليه وكثير مكلفه. يعني هلا الخدمات اللي عم تقدموها كثير مهمه وكثير حلوه، ف يعني بجوز اي حدا يقول لك انا بعد ما تطلع بنتي انا حابه ابقى. ما مرت هيك قصص؟ يعني هلا الاجواء، يعني الاجواء كثير ايجابيه وكثير مريحه. يعني تمام. يعني نحن علاقتنا مع المستفيد ما لها علاقه انه مستفيد واداره، نحن علاقتنا اخويه. تمام. الهدف انساني. تمام. يعني هدف انساني، نحن كمان بنحاول نخفف عنهم، يعني نسمع مشاكلهم، نسمع هن شو اوجاعهم، وبنحاول انه نخفف عنه قدر اكبر قدر ممكن. هو دائما اذا بتلاقي حدا يسمعك فانت بتكوني حدا بيقدم لك خدمه كثير كبيره، انه بس ولو عم يسمعك ولو ما قدري يقدم لك شيء، ولكن انه عم يسمعك بطريقه صدق. يعني تماما. خلينا هلا قلتي لنا انه دعمتوا الفكره يعني بالاعلام يعني عنها او الاعلان يعني عن طريق هلا في حضرتك كان في حملات اعلانيه مع بدايه افتتاح المركز، بالاضافه نحن في لوحات اعلانيه موجودة مع كل أرقام التواصل، يعني جاهزين على مدى الـ 24 ساعة، وكمان نوهت على الموظفين الإداريين والجولات الليلية. شو أهم اليوم إذا حبيتوا ترجعوا تعملوا حملة طرقية، شو ممكن أكثر شيء تركزوا عليه؟ هلأ يعني ما في شيء محدد، يعني حضرتك نحن كحملة إعلانية يعني حاولنا نغطي بشكل كتير موسع، يعني فما بظن أنه ممكن نحن في شيء هيك. يعني طيب طاقم الاطباء الموجود داخل مشفى الاطفال عم يكون في تجاوب معكم؟ يعني عم تقدروا انكم عم نسمع بمشاكل، يعني احنا ما فينا كثير نجمل الوضع داخل المشفى، يعني عم نسمع بمشاكل عم بتصير بين المرافقين ان كان واهل الطفل والمريض. اليوم عم تقدروا مثلا تتواصلوا مع هذا الطبيب لتحلوا المشكله؟ يعني عم تقدروا تدخلوا داخل المشفى؟ هلا نحن يعني هلا هي بجوز ما مهمتكم، ولكن بنرجع بنقول الباب والهدف انساني. يعني تمام. هلا هو هدفنا انساني من حيث انه نحن نامن ماوى الاشخاص اللي عم يضطروا انه يفترشوا الارض بالليل
ويناموا يعني. بس هلا نحن يعني بشكل عام تعاوننا مع مشفى الاطفال هو تعاون اداري بحت يعني، ما بظن انه نحن الكون علاقه، ما بظن انه في قابل انه نتعاون يعني بمجالات ثانيه، يعني هن لهم اختصاصهم الله يعطيهم العافيه يعني. طيب قد ايه اليوم جمع انتم في اعيننا قد ايش خففت مظهر اللي كنا نشوفه بالحدائق يعني؟ صراحه هي يعني قدمت شيء كثير كبير للمجتمع السوري. المنظر اللي كنا كلياتنا انه نشوفه ويدمع قلوبنا على الامهات المفترشين الارض، الابهات اللي بيكون همهم ابنهم داخل المشفى وانه يشفى باسرع وقت ممكن، يعني احنا قدمنا لهم شيء كثير كثير بسيط يعني. بتمنى انه ان شاء الله مستقبلا يتوسع اكثر من هيك يعني، مجال تنموي انساني. هلا اليوم انتم بس بالشام؟ تماما، هلا حاليا بالنسبه للمركز حاليا بس بدمشق. بس في يعني فكره تمام. هلا بالنسبه لجمعيتنا ضمن المحافظات السوريه تمام، احنا جمعيتنا بتضم 8 مراكز طبيه من مختلف المحافظات، بالاضافه للكرفانات الطبيه ضمن القرى اللي صعب انه يوصل لها مراكز طبيه او يكون فيها مراكز طبيه. الكرفانات متوزعه بين دير الزور، ريف دمشق وحما. شو عم يقدموا الكرفانات؟ هلا الكرفانات تحاليل طبيه، معاينات وعمليات. لقاحات؟ لا حاليا في لقاحات. عمليات؟ عمليات عم تكون مجهزه، احكي لنا هيك شوي هيك يعني، فكره حلوه هي القصه. تمام، هلا هي العمليات بتكون موجهه بشكل عام للاهالي الساكنين بالقرى. تمام. يعني مثل كرفانات ريف دمشق حسب علمي بما انه محافظه قريبه علينا، بتقدم عمليات مثل ولاده، عمليات شوي بتكون بسيطه باحالات، طبعا تكلفتها مجانيه نظرا لانه في عقد مبرم بيننا وبين منظمه الصحه العالميه بالنسبه لهذا الموضوع. شكرا كثير لك سالي، يعني عن جد انسانيا على انسانيا يعني كثير حلوه الفكره. شكرا. حبينا هي فكره التجول، الخدمات اللي عم تقدموها يعني ان كان بالقرى او بالمحافظات البعيده. سالي بكلمه اخيره حاترك الهواء لك. هلا بالنهايه انا اول شيء بحب اتشكركم. اهلا وسهلا. وبحب من تلفزيونكم اتشكر الكادر العامل معي، هن بصراحه كثير كثير عم يتعبوا معنا. وبحب وجه كلمه لاهالينا بكافه المحافظات السوريه، انه طبعا هو الله لا يضرهم، بس نحن دائما مستعدين لتكونوا بعيوننا دائما. وشكرا لك. نحن وانتم بعيوننا كمان يعني، اليوم عم تتشكرينا ولكن هذا واجبنا وهذا اقل شيء نحن فينا نساوي يعني. احيانا ما بيكون الانسان عاجز انه يقدم شيء مادي او اي شيء ثاني، ولكن كلمه انه نحن معكم وانتم بعيوننا اكيد بتكون تكفي. شكرا لك يا سالي، ونتمنى لكم ولجمعيتكم كل التوفيق، ودائما هيك بدنا نشوفك بنشاطات جديده وتجي وتحكي لنا عن اهدافكم الجديده ان شاء الله. شكرا. ونتائج تكون على الارض صارت. طبعا طبعا اكيد هذا الشيء. بدي اتشكرك يا سالي. شكرا. وشكرا لك وصباحك خير على طول.